أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيما سبق من هذه الأحاديث عن مدينة بغداد، عن تأسيسها، توسعها، عن نشوء مدينة أخرى إلى جوارها عبر نهر دجلة وهي الرصافة، والامتدادات التي امتدت إليها كل من هاتين المدينتين اللتين كونتا بعد فترة قليلة مدينة واحدة هي بغداد. وانتهينا إلى القول بأن بغداد لم تكن أصلاً مدينة واحدة، وإنما هي عدة مدن، ربما زادت على 3 مدن، لأننا لاحظنا أن توسعها هذا كان مستمراً، وفي الوقت الذي كانت تخبو إحدى المدن تظهر مدينة أخرى، ولكن في محيط جغرافي واحد وفي بيئة واحدة، وبالتالي بدت كأن هذه المدينة يعني مستعصية على الفناء، مستمرة الحياة، ولكن في الحقيقة هي كانت لها قابلية النمو والخبو، تخبو وتنمو في وقت واحد، وهذا الذي جعل يعني عمرها طويلا، وإن شاء الله يمتد هذا العمر إلى ما شاء الله. قلنا هذا، ولكن يعني ينبغي التنبيه هنا إلى مسألة مهمة ربما يعرفها المختصون في تاريخ بغداد، وهي أن اسم الرصافة لم يكن يطلق في ذلك العصر على أو في العصر العباسي كله على الجانب الشرقي كما نفعل اليوم. نحن الآن نقول جانب الرصافة وجانب الكرخ. حقيقة الأمر الرصافة كان اسم يطلق على مدينة محدودة أو حي مسور كأنه مدينة، هي تشغل الآن الأعظمية بالضبط، بالضبط هي الأعظمية. خارج أسوار هذه المدينة، مدينة الرصافة، لم يكن الاسم يطلق على غيرها من الأماكن. والأمر هكذا بالنسبة إلى الكرخ. الكرخ كان حي، كان حي يعني أسس ونمى خارج أسوار المدينة المدورة في منطقة محصورة بين سور المدينة المدورة الجنوبي وبين نهر كان يأخذ من الفرات ويصب في دجلة وهو نهر الصرات. ما بين هذا النهر وسور المدينة كان هناك حي هو الكرخ، وفيه كانت الأسواق، وكان الباعة وأهل الحرف وغيرهم، كان أشبه بمدينة تجارية خارج الأسوار أو أسوار المدينة المدورة. أما عدا هذا لم يكن يطلق عليه اسم الكرخ، كانت هناك أسماء أخرى لمناطق أخرى. هذا أمر ينبغي التنبيه إليه، لأننا في الفترة الأخيرة ربما منذ أواخر القرن 19 أطلق اسم الكرخ على كل الجانب الغربي، وأطلق اسم الرصافة على كل الجانب الشرقي، مع أن هذين الاسمين لم يطلقا إلا على حيين فقط من أحياء مدينة بغداد، وفي عصر محدد، وبعد ذلك في العصور الأخيرة يعني توسع الناس في إطلاق هذا الاسم ليشمل جانب الشرقي وجانب الغربي، وعرف كل جانب بأحد هذين الاسمين. هذه ملاحظة مهمة، لأن الرصافة حينما نتحدث عنها ينبغي أن لا يتصور أحد أننا نتكلم عن الجانب الشرقي برمته. وبعض الناس ظن أن يعني وهو يقرأ عن الرصافة، الرصافة الأولى، الرصافة الأصلية يعني التي أنشأها المهدي، الخليفة المهدي فيما بعد، أنه يتصور أنه يقرأ عن جانب الرصافة، فتختلط المواقع ويعني تضطرب الرؤية الخططية للمكان. وأذكر أن بعض الناس حينما كان يسمع البيت المشهور عيون المها بين الرصافة والجسر
جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، يتصور أن جسر الرصافة هو جسر الشهداء مثلا. لا، هذا أمر بعيد أو أمر يعني مخالف للحقيقة. والرصافة وجسر الرصافة هو جسر كان يمتد بين الأعظمية وبين منطقة العطيفية حصرا. في العطيفية كانت وما حولها كانت المدينة المدورة، وفي الجانب الشرقي كانت الرصافة. تكلمنا أيضا في الحلقة الأخيرة عن ما أصاب هذين الجانبين من تخريب ومن يعني تدمير في بعض أحياء المكانين، يعني كان في الجانب الشرقي أو الغربي، في أثناء فتنة الأمين والمأمون، وهي فتنة كبرى حقيقة آذت مدينة السلام وأتلفت جانبا من أحيائها وخربت أسواقها وإلى غير ذلك. وهي أول الفتن أو الحروب الأهلية كما نسميها في عصرنا هذا شهدته مدينة السلام في تاريخها الطويل. ولكن ثمة أمر يستحق أن ننبه إليه. بعد فترة قصيرة من هذه الفتنة وهذا الخراب وهذا التدمير، استخدمت فيه المجانيق وتحارب الناس، ويعني أصبحت هناك مقتلة في كثير من الأحياء وتخريب للقصور والدور وإلى غير ذلك. رغم هذا كله بغداد استطاعت أن تستعيد حيويتها بعد فترة قصيرة من هذا التاريخ، حتى هو أمر فعلا مثير للعجب، يعني كيف استطاعت هذه المدينة أن تتغلب على جراحها خلال وقت قصير. فإذا بنا نقرأ عن أحياء جديدة تظهر وأحياء أخرى تمتد خارج نطاق المدينتين السابقتين، ويعني إضافة إلى الرصافة بأسوارها، وأن ما كانت هناك أحياء يعني ظهرت ونمت خارجها. على سبيل يعني المثال، كان هناك يعني في القرن الرابع كانت هناك قصور جديدة، ومنها مثلا الدار المعزية التي أنشئت في منطقة الشماسية، يعني الصليخ الحالية. والصليخ اسم حديث مأخوذ من الصلخ، وهو البئر الذي يبنى على ضفة النهر مباشرة ويستخرج منه الماء عن طريق الكرود، كانت تسمى الشماسية. وظهرت مجموعة من القصور في أدنى الرصافة، يعني في المنطقة التي تتجاوز رأس الحواش اليوم إلى منطقة الجسر الحديدي أو جسر الصرافية. ازدهرت القصور هناك، وكان هناك شوارع فسيحة وقصور فخمة، وازدان جانبا الدجلة بالقصور والدور على جانبين. ووصف لنا مؤرخ كان قد عاش في هذا القرن، في القرن الخامس أو يعني بدايات في النصف الأول، وصف مدينة بغداد بأنها مدينة مزهرة تماما، وقال أن القصور الفخمة والدور كانت متراصة على جانبي نهر دجلة. قال: وكنت ترى كل دار أمامها البط على دجلة، يعني يسرح فوق سطح الماء، وزورق أو أكثر كانت تسمى خيطية. خيطية بمعنى الزورق كان أشبه بالمشحوف، رفيع طويل، أو غير ذلك من الزوارق راسيا أمام هذا القصر أو هذه الدار. والناس في يعني في غاية السعادة كما يبدون، كأنهم ذاهبون إلى حفلة تحديدا، كأنهم يذهبون إلى احتفال كما يقول. ولكل دار رواشن، والرواشن هي البالكونات، أو ربما كانت تشبه الشناشيل، لأن اسم الشناشيل اسم حديث نسبيا يعني من القرن الثامن عشر.
قبل ذلك في العصر العباسي كانت تسمى رواشن، أي بالكونات فسيحة مطلة على النهر. يقول: ولكل دار مشرعة، مشرعة أو شارع هنا بمعنى الشريعة، المكان المخصص للنزول إلى النهر، والناس يتنقلون بين هذا الجانب وذاك، وكنت ترى الزوارق الجميلة وهي يعني تنساب على نهر الدجلة وتعبر النهر من جانب إلى آخر، والناس يعني يرتدون أجمل الملابس، وحتى الملاحين ويعني والجذافين كانوا يرتدون الملابس الجميلة. ملاحظة حقيقة طريفة وتقدم صورة جميلة لبغداد رغم ما انتابها من كوارث سابقة. هذه المدينة لها قدرة عجيبة على تجاوز الظروف ولملمة الجراح وتدارك الكوارث. وصف هذا المؤرخ وهو ابن عقيل، يعني لم تصلنا كتاباته إلا عن طريق كتب متأخرة نسبيا، وصف بغداد وكأنه يصف لوحة خلابة تغلب عليها السعادة ويعني وتزدان بالمعالم الجميلة، القصور والدور والشوارع الفسيحة والأحياء الكثيرة، حتى أن أحدهم سأله قال: صف لي بغداد. قال: ماذا أصف منها؟ مدينة كبيرة فيها في الأقل 10 محلات، والمحلة هنا ليست المحلة بالمفهوم المألوف، يعني المحلة الضيقة، وإنما يقصد بالمحلة ما يشبه أن يكون مدينة، يعني حي كبير فسيح فيه كل مستلزمات الحياة، فيه المسجد وفيه الحمامات وفيه الأسواق، وحي متكامل. قال يعني 10 محلات أشبه أن تكون 10 مدن متراصة، فما الذي أصفه لك يعني؟ ولكن سأكتفي بأن أصف لك محلة واحدة وهي باب الطاق. محلة واحدة، باب الطاق كانت أصلا جزءا من الرصافة، فإذا به يصف مدينة باب الطاق فيها أسواق كثيرة. ووصف وعدد أسماء هذه الأسواق: سوق الصاغة وسوق الصيارف وسوق باعة الملابس الثمينة الطيالس وأفخر الملابس، وكأنه يصف مدينة يعني فخمة فيما تعرضه أسواقها من بضائع، أما أن تكون مصنوعة محليا أو كانت مستوردة وتعرض في هذه الأسواق. هذا جزء من الرصافة، ولكن هذا التوسع الذي تحدثنا عنه جعل كل جزء يصبح مركزا لتوسع آخر يعني. وبالتالي حينما وصف هذه المنطقة باب الطاق قال: هي محلة، هي أشبه أن تكون مدينة قائمة بذاتها. ودائما أسواق الصاغة وأسواق الذهب هي المركز الأسواق عادة يعني، وتلتف حولها الأسواق. فوصف سوق الصاغة وما حوله من أسواق، وحتى وصل إلى أسواق الباعة المأكول والأطعمة والعطور وغير ذلك، وأشر إلى مسألة مهمة. قال: كل سوق كان ينفرد عن الأسواق الأخرى، يعني كان هناك ما يشبه أن يكون يعني حاجز أو سور بين حي وبين سوق وآخر. لماذا؟ لأن سوق مثلا الكبابشية أو سوق باعة المأكولات المشوية يعني مجاور ربما لسوق الملابس الثمينة، فروائح الكباب تأتي إلى هذه الملابس مثلا، أو أن هناك أسواق يعني تبيع مواد ذات روائح يعني تؤثر على بضاعة السوق المجاور، خاصة إذا سوق العطور كان هناك سوق يعني قائم بذاته فقط لبيع العطور الثمينة، فإذا كان هناك ما يحجز كل سوق عن الآخر لأسباب من هذا النوع. ثم كان هناك سوق الوراقين، هذه مسألة يعني لافتة للنظر، سوق للوراقين بمعنى الوراقون هم
صانعو الكتب وناسخوها وباعتها. كانت هناك إذن تجارة للكتب واسعة، وهناك صناعة للورق. ونحن نتكلم هنا في عصر كان الورق قد أصبح مادة شعبية، يعني يباع بأسعار معقولة، وكان الناس يعني يشترون الورق لنسخ الكتب وتكثير عددها. وهنا أيضا قال بأن هذا السوق لم يكن مقتصرا على باعة الكتب وعلى الناسخين، وإنما قال كان مجمع الأدباء والعلماء، يعني هذه الدكاكين الوراقين وهذا السوق كان مركزا ثقافيا يجتمع فيه العلماء والأدباء والشعراء وغيرهم. هذا كله يدل على طبيعة الحياة المترفة والنشطة في بغداد في ذلك العصر، رغم ما مر بها من كوارث سبق أن ذكرناها قبل قليل. كانت هناك صناعات لكل ما يخطر على البال، وكان هناك باعة لكل ما يخطر على البال من بضائع الشرق والغرب، كانت تصب في أسواق بغداد. هناك يعني أمور لافتة للنظر حقيقة. دجلة رغم جماليته العالية كان يأكل من جرف الأجانبين، لذلك تفنن البغداديون في عمل المسنايات التي تحفظ الجرف من تعدي نهر دجلة عليه، وبالتالي هذه المسنيات كانت تكشف عن براعة في بنائها. هم يبنون هذه المسنيات بعمق داخل نهر دجلة، ويعني تمتد وتغطي ضفاف النهر، وتكون مدعومة يعني دعائم قوية يمكن بناء القصور عليها تماما على ضفة النهر. هذين الجانبين كل منهما كان مدعما بمسنيات متينة ضخمة تستطيع أن تتحمل ثقل المباني التي أقيمت عليها. المسألة في بناء هذه المسنيات أنها في تماس مستمر مع النهر، لذلك تعلموا طرق بناء بمواد يعني قابلة لتحمل الرطوبة وتحمل المياه. نحن الآن نستخدم السمنت المقاوم والسمنت المقاوم للرطوبة وغير ذلك، والمواد البادلو وغير ذلك يعرفها البناؤون في ذلك العصر، حيث لم تكن هذه المواد قد وجدت بعد. العقل البغدادي تمكن من أن يكتشف بل ويخترع مواد قابلة لأن يعني أن تقاوم هذه العوارض الطبيعية لآماد طويلة. والدليل على ذلك أننا إلى الآن نجد حين إذا نحفر بمسافة بضعة أمتار تحت الأرض نجد مبان يعني تطاول عليها الزمن، وهي رصينة قوية إلى حد مثير للعجب. حينما كانت بعثة الآثار كما قلنا في حلقة سابقة تنقب في جانب الغربي في منطقة العطيفية، وعثرت على قصر نعتقد أنه هو قصر المنصور، قصر يعني باب الذهب، القصر الأول في بغداد. كانت هذه البقايا التي عثر عليها متماسكة تماما وقوية، مع أنها تحت عمق يعني حدود 6 أمتار، وفي مكان تماما مجاور أو بالحقيقة في تماس مع نهر دجلة. إذن العقلية التي كانت عقلية قادرة أن تتفاعل مع البيئة وأن تتعامل معها بكفاءة عالية، واخترعت من الوسائل ما مكنها من إدامة مبانيها لفترات طويلة رغم العوارض الطبيعية المختلفة التي في هذه البيئة. هذه مسألة حقيقة لافتة للنظر تماما،
وجعل يعني مباني القرن الفلاني تستمر إلى القرن التالي. يعني نحن الآن حينما نبني بناء ونتفنن في يعني دعمه بالوسائل الحديثة، ربما العمر الافتراضي للبيوت لا يزيد عن عمر الجيل الواحد أو أكثر قليلا، ولكن أن تبني بناية كالمستنصرية مثلا في القرن الثالث عشر الميلادي وتستمر إلى يومنا هذا أمر فعلا فريد، ويدل على براعة في توفير الخامات، خامات البناء الجيدة والطويلة العمر. هنا شيء أيضا يلفت النظر حقيقة ويفسر لنا لماذا كان يعني لماذا كانت تندثر مباني وتزدهر مباني أخرى. ربما هذا أحد أسرار بغداد وسنتكلم عنه في حلقة مقبلة إن شاء الله.